السلام عليكم، معكم علي، اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن second conditional. اذا الجمله الشرطيه بالنوع الثاني، تكلمنا عن zero conditional اللي يحب يرجع عليه، ايضا تكلمنا عن first conditional. في هذا الدرس نكمل حديثنا عن النوع الثالث من الجملة الشرطية، هو second conditional. كما قلنا سابقا يجب أن أعرف عن الجملة الشرطية يعني if conditional. أول شيء يجب أن أعرف كيف يكون تركيب الجملة. الشيء الثاني متى أستخدم هذا الشكل. نبدأ بشكل الجملة بحالة second conditional. كما قلنا نترجمها لو if we ran we would catch the 10:30 train. لو ركضنا لكنا لحقنا بقطار الساعة 10:30. لاحظ استخدمنا would، ممكن نستخدم might، ممكن نستخدم could، كلها صحيحة. If we ran we would catch the 10:30 train. If we ran we might catch the 10:30 train. If we ran we could catch the 10:30 train. اذا نترجمها لو ركضنا كنا لحقنا، لكن ليس عندي امل بانه نركض لذلك سوف لن نلحق. اذا امل ضعيف جدا، لذلك نستخدم لو. لاحظ استخدمنا if. طبعا هذه نسميها دائما if close، يعني العبارة اللي بها if نسميها if close. القسم الثاني نسميه main close، عبارة رئيسية. بيكون بعد if نستخدم past simple، ماضي بسيط. كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية فاعل وفعل وتكملة الجملة. إذا نستخدم فاعل يجب أن نستخدم فاعل وتكملة الجملة. بيكون عندنا الفعل بالتصريف الثاني يعني بالماضي البسيط. اذا هي عبارة عن جملة كبيرة مقسومة الى قسمين، القسم الاول بـ if والفعل بالتصريف الثاني يعني ماضي بسيط، والقسم الثاني بيكون عندنا could might would، واحدة منهم might could would والفعل بالتصريف الأول، لأنه دائما بعد هذا نسميه الأفعال الناقصة مودل فيرب، بيكون عندنا could might would، بعده يكون الفعل بالتصريف الأول. لا نستخدم بالماضي، لا نقول كوت، لا نعرف catch بالمضارع كوت بالماضي، والتصريف الثالث أيضا كوت. إذا دائما وأبدا انتبه، بعد could might would نستخدم الفعل بالتصريف الأول يعني بصيغة المصدر، و القسم الأول نستخدم if والفعل بالتصريف الثاني يعني ماضي بسيط. إذا بيكون عندنا if ماضي بسيط يعني الفعل بشكل الثاني، يعني مثلا عندنا go went gone، نستخدم الفعل بالتصريف الثاني، وبعده بيكون عندنا would could might والفعل بالتصريف الأول، يعني بعد would نستخدم go، لا نقول would went، هذا خطأ. إذا بعد would could might نستخدم الفعل بصيغة المصدر يعني الشكل الأول للفعل بدون to بدون أي إضافة، يعني لا نقول would eat would to eat would eating، إذا بدون أي إضافة. بعد could might would الفعل بصيغة المصدر، يعني شلون المصدر الشكل الأول للفعل بدون أي إضافة. إذا هذا من ناحية الشكل. بس second conditional نعيد if past simple ماضي بسيط، بعدين فاصلة would could might والفعل أيضا بصيغة المصدر. لاحظ would ما ننطقها would، لا نقول would would، أيضا could لا نقول could. إذا عندنا نينجا من well would، عندنا can could، وعندنا may might.
عشان نعرف انه منين جت مايت، من مي، كود من كان، وود من وير. اول استخدام اف كما قلنا لو to talk about imagine impossible events in the future، اتحدث عن احداث متخيله مستحيله في المستقبل، حدث مستحيل يحدث في المستقبل. فقط اقول لو if I were you I would try again. لاحظ لو كنت مكانك سأجرب مرة ثانية، يعني في المستقبل. إذا شيء متخيل في المستقبل، لكن أنا لست أنت وأنت لست أنا، معناته المستقبل مستحيل يحدث. فقط أقول لو. إذا حدث متخيل أو مستحيل في المستقبل. If I were you أنا سوف لن أكون أنت. I would try again سأجرب مرة ثانية، يعني في المستقبل، لكن هذا خاطئ. إذا لاحظ if I were لا أقول if I was، راح نشرح بعد هذا الفقر لماذا. if I were you إذا بيكون عندنا unreal، إذا شيء غير حقيقي أو غير ممكن. نستخدم where. إذا أول استخدام شيء متخيل أو مستحيل في المستقبل، لو كنت مكانك أنا سوف لن أكون أنت وأنت سوف لن تكون أنا، لذلك من المستحيل أن يحدث هذا. الاستخدام الثاني to talk about impossible present situations، نتحدث عن مواقف حالية مستحيلة، يعني شيء نريده بالوقت الحالي لكنه مستحيل نتخيل احنا. مثلا if people were more environment conscious the earth wouldn't be so polluted، يعني لو كان الناس اكثر وعي او وعيا بيئيا سوف لن، لحظة هاي، سوف لن تكون الارض ملوثة كثيرا او جدا، لكن الارض ملوثة والناس مستحيل يكونوا واعين بيئيا في هذه في الوقت الحالي، لذلك نقول لو. اذا شيء متخيل وواقع ونريد ان يحدث في الوقت الحالي وهذا مستحيل، فقط نتخيل لو، يعني لو كان الناس اكثر وعي بيئيا، والناس ما راح يكونوا بالوقت الحالي واعين بيئيا، الارض سوف لن تكون ملوثة، لكن الارض ملوثة والناس ليسوا واعين بيئيا. اذا هذا نستخدم second conditional، يعني اف بيكون عندنا اف وباست سمبل الفعل بالماضي البسيط، بعدين يكون عندنا فاصله وبعدها بيكون would والفعل بالتصريف الاول. نلاحظ استخدمنا wouldn't يعني would not، واستخدمنا بعدها be. كما نعلم مصدر فعل الكون ما هو؟ be، wouldn't be. إذا بعد would could might يأتي الفعل بصيغة المصدر، يعني بدون ما نضيف to، بدون ing، بدون s. مصدر فعل الكون هو be، نقول would be could be might be. مصدر فعل العمل do، لا نقول does did would do could do might do. أيضا بعد أفعال ناقصة نستخدم مصدر فعل الملك هو have، لا نستخدم has ولا had، نقول would have could have might have. إذا استخدامين، الاستخدام الأول بيكون عندنا مواقف بالوقت الحالي مستحيلة أن تحدث، نقول لو. أيضا إذا مواقف متخيلة للمستقبل. ننتبه لهذه الملاحظة المهمة. If Ahmed were here he would enjoy this، يعني لو كان أحمد هنا سوف يستمتع بهذا، لكن أحمد ليس هنا وأحمد لم يستمتع. إذا نتخيل شيء إذا مستحيل أن يحدث. إذا لاحظ if Ahmed were here he would enjoy this، لاحظ احنا نعرف
بعد احمد يعني هي نستخدم واز، لكن استخدمنا وير. لماذا؟ دائما بحاله اف نستخدم وير مع كل الضمائر اذا كان مفرد واذا كان جمع. اذا كان هي شي ات وي يو نستخدم دائما وير بحاله اف. احنا كما نعلم في عندنا past indicative past subjective، يعني بيكون عندنا حالة دلائلي كما نعلم بالحالة العادية انه I was، he she it was، we you they were. لكن بحالة if، if I نستخدم where، if he she it where، if we you they where. اذا هاي نسميها ماضي افتراضي، اذا غير واقعي خيالي. اذا نستخدم where مع كل الضمائر، اذا كان اسم مفرد، اذا كان اسم جمع، اذا كان ضمير، كل الضمائر نستخدم وير. بتسهل علينا مع اف ننسى واز على طول نستخدم وير. لماذا؟ لانه نتكلم عن شيء unreal، شيء غير واقعي، اذا شيء خيالي. اذا اف احمد وير هير، اذا لا نقول واز كما قلنا. اذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن second conditional، وقلنا نستخدمها إذا كان شيء متخيل أو غير ممكن يشير إلى المستقبل. نستخدم if past simple بيكون عندنا would might could والفعل بالتصريف الأول، أو إذا كان عندنا حدث مستحيل حدوثه في الوقت الحالي هذا نستخدم second conditional. أيضا قلنا نستخدم where مع كل الضمائر إن كان مفرد وإذا كان جمع. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، وضع لايك للفيديو، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.